السلام عليكم يا مهندسين، مع حضراتكم محمد عمري بي ام ات او بي اي اونلاين بتروليوم اكاديمي. برحب بحضراتكم جدا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله هنتكلم عن الاو بي اي، موقع الاو بي اي وازاي نكون انستراكتور عليه. في البدايه حابب اقول لحضراتكم ان الحمد لله عملنا الفتره اللي فاتت يعني شغل ممتاز جدا جدا. الموقع بمواصفات عالميه، فيه مميزات مهوله جدا، والحمد لله قدرنا يعني نعمل شغل فيه متميز جدا جدا عن أي موقع تاني. How to be registered, how to be an instructor. إن أنت عاوز تبقى instructor في الموقع، في البداية بندوس register، إن أنت بتبدأ تسجل في الموقع. ده هتسجل في البداية كأنك لسه واحد جاي جديد خالص في البداية. وليكن مثلا يوسف صديق، يوسف صديق، بس كده يوسف صديق @ gmail.com. الباسورد لازم على الأقل 6 حروف أو 6 كلمات، آسف 6 حروف أو 6 أرقام، 1 2 3 4 5 6. أنت طبعا نبدأ نسجل في البداية as a user عادي جدا جدا. بيجيلنا في البداية زي ما حضراتكم شايفين رسالة ترحيب welcome to OPA. كده انا بقيت يوزر عادي جدا في الموقع. تمام، انا دلوقتي عاوز اكون انستراكتور. بقى حضراتكم زي ما انتم شايفين نزلنا تحت بالسكرول بيكام ان انستراكتور، تبدا ستارت تيتشنج، تدوس على البالون ده. في فورم معينه بنبدا نملاها، نقول يوسف يوسف صديق، نقول كايرو جي بي سي، التايتل هيكون بتروليوم انجينير، بتروليوم ريزرفوار انجينير. بس years of experience تكون 7 years. انا دلوقتي سجلت الفورم دلوقتي ان انا اكون انستراكتور في الموقع. دلوقتي يعتبر الابلكيشن بتاعي او الفورم بتاعتي اندر ريفيو، طبعا ريفيو من الادمنستريشن اللي هو الخاص بالموقع. دلوقتي انا دلوقتي لما سجلت الفورم راح دلوقتي الابلكيشن للادمنستريشن، هم اكسبت مي، قبلوني دلوقتي ان انا اكون انستراكتور. اعرف ازاي؟ اعرف لما يظهر معايا الماي بورد اللي هي فوق في الشريط ده او في التاب ده، ماي بورد، كده بقيت انستراكتور. الف مبروك. انا دلوقتي بقيت انستراكتور على الاو بي اي. زي ما حضراتكم شايفين دخلت دلوقتي على الماي بورد. الماي بورد دي يبقى فيها ديتيلز اكتر عني، الكورسز اللي انا عاوز اديها، الليسون اللي انا عاوز ارفعها على الويب بتاعي او على الموقع بتاعي، البالانس بتاعتي او البالانس بتاعتي او القيمه الماليه اللي ليا فيها الموقع، البالانس هيستوري نفس الكلام برضو. يعني مثلا انا عملت كورس معين، امتى الكورس ده، مين اللي خده، دفع كام، الكلام ده كله. ماي انفويسز دي يعتبر فواتير ببدا اسحبها او قيمه ماليه ببدا اسحبها من الموقع. بوكينج كده اللي انا يبقى فيه حجز. تمام، زي ما حضراتكم شايفين دي دلوقتي ممكن اعدل في الفورم بتاعتي او في البروفايل بتاعي اكتر، البوزيشن بتاعي، التايتل بتاعي، يونيفرستي، الفيسبوك كمان يعني السوشيال ميديا بتاعتي. ممكن اد صوره ليا، مفيش اي مشكله خالص، اكتب على نفسي اكتر مثلا بايو اي حاجه. طبعا حضراتكم شايفين ماي كورسز دي الكورسز اللي انا رفعتها. طبعا حاليا مفيش كورسز خالص فاضيه لان مفيش كورسز انا رفعتها حتى الان، فابدا اعمل كرييت كورس هنا او هنا مفيش مشكله. هنبدأ بكرييت كورس. انا دلوقتي عاوز اعمل كورس وليكن
في ريزرفوار انجينيرنج، وليكن مثلا انتر تو ريزرفوار. انجينيرنج duration بتاعكم مثلا 4 ساعات. price بتاعتي ولتكن 80 دولار، طبعا هنا القيمة المالية بالدولار أو العملة بالدولار. ال language بتاعتي عربي و English، طبعا عربي and English الاتنين مع بعض. ال skills بتاعتي يعني حالة الكورس ده، هل بيظهر معايا ولا لأ؟ أنا كده عامله اللي هو يظهر معايا في الويب، يكون ظاهر لل customers او لل audience او لل visitors للموقع. upload image طبعا دي برضو مهمة لازم نعملها، بنرفع صورة بسيطة كده لل عليكم مثلا بإيه مثلا يعني. بعد كده ببدأ أكتب details أكتر عن الكورس اللي أنا عاوزه. but you will learn short description requirements description عن الكورس اكتر. تمام. ابدا اعمل كرييت كورس عشان اتاكد ان انا عملت الكورس. اتاكد ازاي بقى ان انا عملت الكورس ده هيظهر معايا لما ابدا اخش على الماي كورسز. هو ده انترو تو سوفتوير انجينيرنج، طبعا هنا زيرو لان مفيش ليسونز خالص. فانا هبدا هنا ابدا اضيف ليسونز تاني معايا في الكورس ده. ليسون تايتل كما يكون M1 أو مديول 1. أوردر بتاعي وليكن مثلا ده فيرست سيسون يعني. الفري طبعا ممكن نخليه فري في البداية مفيش مشكلة، هو مش هيبقى مدفوع. ستيتس يس هيظهر معايا. هنرفع الفيديو بقى، نرفع فيديو بسيط خالص. وفي برضه PDF او اي شيء نبدأ نرفعه وليكن نايوش. ببدأ اضيف اكتر description اكتر عن الليسون ده. ممكن لكم this lesson to learn more about the reservoir engineer. ما كده بعمل add listen. طبعا يعني هو حاليا دلوقتي بيعمل uploading للفيديو اللي انا عامله. ممتاز ممتاز جدا. وزي ما حضراتكم شايفين ان دلوقتي معايا مديول 1 ده الليسون اللي انا عامله. يبقى كده في كورس اسمه انترو تو ريزرفوار انجينيرنج، وفي معايا مديول 1 اللي هو الانترودكشن اباوت ريزرفوار انجينيرنج. دي بكل بساطة قدرت اعمل كورس. طب تعالى نتأكد مع بعض ان الكورس ده موجود فعلا وبدأ يظهر للكاستمرز بتوعي على الويب سايت. نرجع تاني هوم، فينا كورسات كتير ممكن تعمل سيرش انتر تو سبورت انجينيرنج. يس بالفعل ظهر معايا الكورس بتاعي، ودي الصورة اللي رفعتها عن الكورس.
$80 زي ما حضراتكم شايفين. ده الانستراكتور اللي هو انا حاليا يوسف صديق، انا سجلته. What you will learn دي الحاجة اللي انت هتعلمها، انا مكتبتهاش، حضرتك ممكن تضيفوها مفيش مشكلة خالص. وده مديول 1 اللي انا رفعته، M1 الفيديو اللي انا رفعته، تمام. هو بس عشان الصيغة بتاعته مختلفة. حضراتكم زي ما عارفين ان الصيغة بتاعتي او الاكستنشن بتاعي ما كانش مناسب للكورس وما كانش مناسب اللي هو للويب، فانا ببدأ اعدل. انا دلوقتي عاوز اعدل على الليسون، باجي طبعا عادل جدا على مايكرو كورسز وابدأ اخش على الليسون اللي انا عاوزه. وليكن الفيديو بتاعي انا هرفع فيديو تاني غير اللي انا رفعته، وليكن الفيديو ده، ده بصيغة ال MP4، تمام. ابديت ليسون، انا كده عملت ليسون جديد. جميل جدا. برجع تاني للكورس بتاعي، بعمل عليه سيرش وابدا اجيبه تاني عشان اتاكد برضو ان الكورس بتاعي بقى مناسب. زي ما حضراتكم شايفين ان عملنا التجربة عشان نشوف الفيديو المناسب او الصيغه او الاكستنشن بتاعي المناسب ليا اللي انا اعمل عليه ابلودنج على الويب بتاعي او على الحساب بتاعي. زي ما حضراتكم شفتوا ان الصيغه المناسبه هتكون الام بي 4 زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. جميل جدا، ده بصيغه الام بي 4 شغله عادي، يشتغل عادي جدا معانا. هو اول ممتاز جدا جدا. اهلا يبقى ده بال زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو البسيط ده اللي احنا عملنا، رفعنا الفيديو على الويب بتاعنا وعلى الاكونت بتاعنا. بدأنا كمان نعمل ديسكريبشن عن الليسون ده زي ما حضراتكم شايفين بشكل ممتاز جدا. الحمد لله احنا كده اتعلمنا حاجة بسيطة، وهي ازاي تبقى الانستراكتور في الاو بي اي. اول حاجة بتخش كيوزر زي ما حضراتكم شفتوا، بعد كده بتخش بتعمل اكونت از انستراكتور، بتملى فورم معينة، بتبدأ تدخل على الفورم، بتبدأ تخش على الماي بورد بتاعتك، انت خلاص دي معناها ان انت بقيت انستراكتور. بتبدأ ممكن تعدل تاني اكتر في الـ في الانفورميشن اباوت يور سيلف او بيرسونال انفورميشن، تبدأ تعدل فيها اكتر مفيش مشكلة. لينكدين، واتساب نمبر، انستجرام، تويتر، فيسبوك اند سو اون. حضرتك عاوز ترفع صورة لنفسك مفيش أي مشكلة خالص. برضو الكورسز بتاعتي اللي أنا عملت لها ابلونج على الـ OPA ويب زي ما حضراتكم شفتوا، احنا عملنا انترو تو ريسيفور انجينيرنج، عملنا الليسون دي وفيها المديول 1. ده الكورس، اسم الكورس انا متاسف، ودي المديول 1 الليسون بتاعتي. وعاوز اضيف طبعا مديول 2 مديول 3 مفيش اي مشكله خالص. من هنا برضو اد ليسون، بكل بساطه بعمل ديسكريبشن عن الليسون اللي انا عملته، بعمل ديسكريبشن عن الكورس اللي انا عملته وهكذا. ماي بالانس دي طبعا ايه زي ما تقول الوالت بتاعتي في الاو بي اي. البالانس هيستوري يعني ليكم مثلا في الشهر مثلا جالي قيمة بالانس قد ايه، الكلام ده كله ببدأ اتابع البالانس بتاعتي على ال OPA. My invoices دي الفواتير بتاعتي اللي انا بقدر اسحبها من ال OPA زي اموال كده. بعد كده البوكينج دي نفس الكلام، يبقى في حجز مثلا لكورس معين انا عملته، بيجي عليه طبعا نوتيفيكيشن ان الكورس ده مثلا عجب بعض الناس وعاوزين ياخدوا فيه لايف كورس. ان شاء الله دي هنتكلم فيها ان ديتيلز في مرات تانية ان شاء الله. اتمنى لحضراتكم تكونوا يعني استفدتوا بالدرس ده بالليسن دي. ان شاء الله باذن الله هنعمل شغل مع بعضنا كويس جدا جدا، ونتمنى ان شاء الله ان يكون في بينا يعني شغل افضل، وان شاء الله يكون الايام الجايه تبقى احسن ان شاء الله باذن الله. بشكركم جدا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.